أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر من شر الأشرار. آمين. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار. آمين. ومن كيد الفجار. آمين. ومن شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. آمين. اللهم احفظ مصر من حسد الحاسدين. آمين. وكيد الكائدين. آمين. وشماتة الشامتين. آمين. وإفساد المفسدين. آمين. اللهم من أراد مصر بسوء فرد كيده في نحره. آمين. اللهم افضح سريرته. آمين. اللهم افضح سريرته. اللهم لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية. اللهم من أراد بمصر سوءا فمزق ملكه وفرق جمعه وشتت شمله واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتبصرين. اللهم اجعل مصر قائدة للأمة. اللهم اجعل مصر قائدة للأمة. اللهم قوي ضعفهم وارفع قدرهم وأغني فقيرهم واشف مريضهم وأصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم فإن من تجمع يا ربنا فلا يفرق. إن من تجمعه يا ربنا لا يفرق. إن من تجمعه يا ربنا لا يفرق. يا ربنا اجمع كلمتهم ووحد صفهم ولم شملهم واجعلهم على رأي واحد وعلى كلمة رجل واحد وعلى تفكير عقل واحد. اللهم اجمعهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صب على مصر الخير صبا صبا. اللهم أخرج لهم من خيرات الأرض. اللهم أنزل عليهم من بركات السماء. اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لإخواننا في سوريا أن تنصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر سوريا نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم داوي جريحهم. اللهم داوي جريحهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا عجائب قدرتك في بشار. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيه وبمن أعانه ومالاه وبمن أمده بسلاح أو مال أو عتاد. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين. اللهم لا ترفع له راية. اللهم اجعله لمن خلفه آية. اللهم مزق ملكه وفرق جمعه وشتت شمله. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم انصر المجاهدين في الشام. اللهم انصر المجاهدين في الشام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق وانصر أهل السنة في إيران يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ونسألك أن توحد كلمة المسلمين في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك لبلاد الحرمين الشريفين أن تصب عليها الخير صبا وأن تؤلف قلبها مع كل بلدان المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اجعلها مارزا للإسلام ورافعة لراية الإسلام. اللهم اجعل بلاد الحرمين رافعة لراية الإسلام. اللهم احفظها من شر الأشرار. اللهم وحد قلوب أهلها بقلوب المصريين. اللهم وحد قلوب المملكة بقلوب المصريين. اللهم اجعلنا كرجل واحد له قلب واحد ورأي واحد وهم واحد يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك لرئاسة هذا البلد الكريم أن تحفظها من كل شر وأن تحفظ مشايخها كلهم من كل شر وأن تجعل رؤساءها وعلماءها وأهلها يسيرون على الخطى التي ترضاها. اللهم اجعلهم بركة لأهلها يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله